أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. ألغت حكومة الاحتلال زيارة بعثة منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للمنظمة الدولية اليونسكو لمدينة القدس التي كانت مقررة اليوم حسب مصادر إعلامية إسرائيلية وعالمية. وقد شرعت سلطات الاحتلال منذ صباح اليوم بتنفيذ أعمال حفر في ساحة البراق وفي منطقة القصور الأموية جنوب المسجد الأقصى المبارك. وميدانيا، هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي 5 منشآت تجارية في قرية برطع الشرقية جنوب غرب جنين، كما سلمت عدة مواطنين في المنطقة الصناعية اختارات للهدم بحجة عدم الترخيص. يذكر أن سلطات الاحتلال أخطرت نحو 20 محلا تجاريا بهدمها قبل 6 شهور، وقامت آليات الاحتلال بعملية هدم ل 11 منشأة تجارية، وأخطرت 8 أخرى بالهدم قبل شهر. وفي الشأن الداخلي، أعلن عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتحة أنه سيتم تشكيل حكومة فلسطينية جديدة في رام الله قبل 2 حزيران المقبل، منبها على أنها ليست حكومة التوافق الوطني التي تم التوافق مع حركة حماس على تأجيل تشكيلها إلى ما بعد 3 أشهر. كما أوضح الأحمد في تصريح صحفي، وفق القانون سيتم تشكيل حكومة جديدة استنادا إلى القانون الأساسي، حيث لا يمكن التمديد لحكومة رئيس الوزراء دكتور سلام فياض التي قدمت استقالتها، وقبل الرئيس محمود عباس هذه الاستقالة. وفي موضوع آخر، يصود أوساط المفكرين السياسيين والنخب المثقفة جدل حول فكرة دينية أو علمانية دولة فلسطين، والتي بدأت تتنامى بدول الجوار في أعقاب ما آلت إليه أوضاع بلاد الربيع العربي وانعكاسات ذلك على الحالة السياسية في فلسطين. وقال رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة بيرزيت عبد الرحمن حج إبراهيم بعد قبول أدوية فلسطين في الأمم المتحدة: نعيش مرحلة انتقالية هامة، علينا الرصد وتحديد شكل الدولة ونظامها السياسي ورؤية واستراتيجية واضحة لهذا النظام. الإسلاميون في تناقض بالطرح بين فكرة الدولة الدينية الإسلامية أو تطبيق الشريعة بين قوسين حسب ما يريد كثير من منظري الحركات الإسلامية السياسية، هذا طبعا، وبنفس الوقت دولة الديمقراطية، كيف تطبق الديمقراطية التي تقوم على الاختلاف والتنوع، وأنت تريد أن تطبق أو تجبر الجميع على قبول ما تراه أنت مناسبا. نختم الموجز بهذا الخبر. فقد أطلقت الطالبة لما التكروري حملة توعوية تحت اسم عادات اجتماعية سيئة، حيث هدف التكروري من خلال حملتها هذه إلى توعية المواطنين بطريقة حضارية ومن خلال صفحة خاصة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك حملت اسم عبلاطة. ومن خلال الصفحة انطلقت الطالبة إلى الشارع بنشر منشورات ناقشت موضوع ما يسمى بالنقود في حفلات الأعراس وتفكير بعض الناس والنميمة. إلى هنا نصل إلى نهاية الموجز. لمعرفة المزيد من التفاصيل بإمكانكم زيارة موقع وطن الإلكتروني وطن.tv. أما الآن فدمتم برعاية الله وإلى اللقاء.